انا مش من عادتي اطلع اتكلم على مواضيع ترند او على مواضيع اللي ناس كتير بتتكلم فيها، لكن الحقيقه لفت نظري جدا موضوع ياسمين عبد العزيز. فجاه وبدون اي مقدمات من فتره ظهرت اخبار ان ياسمين عبد العزيز تعبانه شويه وفي المستشفى. بعد شويه ظهرت اخبار تانية ان ياسمين عبد العزيز ممكن يكون عندها مرض خطير، عشان بعد شويه يتاكد خبر ان ياسمين عبد العزيز عندها تسمم وحالتها حرجه جدا، وكمان نقلوها المستشفى في سويسرا عشان يحاولوا ينقذوها. الموضوع ابتدى يبقى صعب جدا لدرجه ان جوزها واخوها طلعوا وكتبوا على صفحاتهم الحاله حرجه جدا، ادعوا لياسمين. فلو فاهم انا تحت كده شويه في موضوع تقلب الاحوال وقد ايه الموضوع ده مرعب، وان ازاي الانسان ممكن في ثواني يتقلب حاله من حال لحال، من شخص في كامل صحته لشخص بيصارع الموت والناس بتتمنى له انه يعيش، من شخص معاه فلوس لشخص مش لاقي ياكل. لما هتتحط في محنه وقتها هتحس بقيمه كل نعمه ربنا اداها لك، هتحس ان النفس اللي انت كنت بتتنفسه في العادي وشايف ان دي حاجه عاديه ده بقى غالي وقيمته عاليه جدا. النوم لو كنت بتنام 7 و8 ساعات دي نعمه كبيره جدا تستحق انك تحمد ربنا عليها. فما تنساش وانت تعبان في شغلك وزهقان من مديرك وتحكماته انك تحمد ربنا اصلا انك عندك شغل، واوعى وانت زهقان من زحمه المواصلات وانت مروح لبيتك انك تنسى تحمد ربنا انك عندك بيت تروح وترتاح فيه. جايز تكون مضغوط في حياتك زهقان متضايق، بس انت من غير ما تحس عاين في نعم ربنا اداها لك. فدايما ما تنساش تحمد ربنا على النعم الكتير جدا اللي اداها لك.